نروح كمان لحته جميله جدا من مصر، نروح لنادي الجونه. الجونه برضو مش من الانديه القديمه، يعني الجونه تاريخ تاسيسه كان في 2003، وكان مشروع الحقيقه ثبت نجاحه بنسبه 100%. بيلعبوا في ملعب خالد بشاره في لمسه وفاء لرئيس النادي الراحل خالد بشاره، وفي الجونه طبعا ومدربهم هو الجميل رضا شحاته، اللي يعني عمل شغل مع الفريق الموسم اللي فات، كان يروح ويجي يروح ويجي كمدرب عام او كمدير فني، ثم استقرت الاداره على رضا شحاته كمدير فني للفريق. كابتن الفريق نور السيد العائد والقادم من جديد من نادي الاتحاد السكندري، عملوا 8 صفقات جديده، ما فيش حد عائد من الاعاره. الجونه طبعا فريق بلا بطولات، يعني عدد كبير جدا من الانديه، واحنا اتفقنا انه عدد الانديه اللي خدت بطولات في مصر كان قليل جدا. طيب الجونه هيلعب ازاي، والجونه تشكيلته الامثل عامله ازاي بقياده مدربه رضا شحاته؟ هو ابقى على الحارس اسلام طارق بعد ما كان في كلام انه رايح نادي الانتاج الحربي، لكنه بقى عنده من السنه اللي فاتت بقى الان كمبادي ومحمود الجزار ولؤي وائل وجوزيف نجويم، دول خط ثابت تقريبا طول ما هم سلام الرباعي. بيلعب كمان سيرجيو أكا ونور السيد، اكيد هيدخل جنبه في وسط الملعب، واحتمال بينزل لهم شويه اسلام رشدي بحيث ان يبقى 4-3-2-1 او 4-2-3-1 احيانا. اسلام رشدي، احمد حمدي لو في حالته، كريم الطيب اضافه لانه طلع من الاعاره الى من بيراميدز الى نادي الجونه، والمهاجم اللي اثبت وجوده بقوه الموسم الماضي والتر بواليا. باقي قائمة نادي أسوان، أحمد عادل عبد المنعم اللي انضم حديثا من فريق جونة، عفوا اللي انضم حديثا من نادي مصر المقصة، محمود الغرباوي، كريم نبيل، أحمد حسام، مصطفى الصفتي، وعمرو سعداوي، والحبيب يكن، وأحمد عامر، وعمرو بركات، وإسلام عبد النعيم، وعمر عموري، محمود الشبراوي، وناصر ناصر، محمد رجب، وفادي طلعت، ومحمد عبد الجواد، وعبد سامي، محمد نجيب استمر واحتمال يكون له أيضا مكانة أساسية مع عمرو بركات، زياد الجيوشي وبدر الشاطر. صفقاته السنة دي في حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم، وضم لاعب الاتحاد المخضرم وكان من نجومه زمان نور السيد وأحمد عامر من أسوان، محمد رجب من الإنتاج الحربي، ومدد إعارة محمود الجزار ومحمد حبيب من البنزرتي، كريم الطيب إعارة من بيراميدز، ومصطفى الصفتي من بني سويف. اللي رحلوا عن نادي الجونة برضو لعيبة مهمين، أحمد مجدي كان من اللعيبة الأساسيين، عمر رضوان الحارس ذهب إلى أسوان، إسلام محارب الى طلائع الجيش، محمد محسن ليله الى سموحه، خالد صبحي السيراميكا، هيثم محمد ومحمد ناجي جده واحمد صبحي، لكنه بالتاكيد بتكلم بقى في باسم علي، وبتكلم في اكرم توفيق، وبتكلم في احمد ياسر ريان، كانوا لعيبه مهمين جدا في نادي الجونه، لكنهم يعني هي كره القدم بالاحتراف وما يحدث فيها، اللي عاد الى النادي الاهلي حلمه انه يستمر من جديد، واللي راح الى نادي اخر نتمنى للجميع يا رب كل التوفيق. التقرير واللقاءات مع الجونه احلامهم وطموحاتهم للدوري الجديد، ونرجع مع نادي كمان جميل. الحمد لله مستعدين بشكل كويس، واقفين على رجلنا بشكل كويس الحمد لله، اللعيبه كلها محترمه، في تدعيمات جت لنا في السنه دي، يمكن انا برضو من الناس الجديده، بس انا يعني من كباتن الفرقه الناس القديمه هنا، فبيتي ده طبعا مش غريب عليا، هم الناس لما كلمتني حتى انا ما فكرتش طبعا ان انا ده بيتي، وده هو ده اللي عمل نور السيد قبل اي نادي. الحمد لله طبعا الناس كلها مركزه بشكل كويس، في تدعيمات كويسه جدا، لعيبه كبار على لعبة صغيره، فلينا هدف السنه دي ان شاء الله نشتغل عليه من اول يوم جينا فيه، لينا هدف يعني الحمد لله، عارفين الفرقه كانت بتمر في ظروف صعبه السنه اللي فاتت، وان شاء الله ده مش هيحصل السنه دي، لينا هدف هنشتغل عليه من اول ماتش، لان هي الدوري كله السنه دي انا في وجهه نظري اصعب من السنه اللي فاتت، عارفين فريق الجيش يمكن هو ممكن يكون مستعد اكتر مننا شويه، لان لعب ماتشين رسميه، ماتش الزمالك والاهلي في الكاس، فهو ممكن واقف على رجليه بشكل كبير، احنا لسه يمكن اول مباراه رسميه لينا، بس احنا الحمد لله واقفين على رجلنا بشكل كويس، وعارفين اهميه المباراه ديت ان شاء الله، واحنا جايين من الغردقه عشان لينا هدف ان شاء الله، اللي هو ان شاء الله نرجع ب3 بونت ان شاء الله.